بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم، كي دايرين؟ اخباركم؟ صحه لاباس؟ على خير؟ تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير. قبل ما نبدا، تنتمنى تدعموا هذه القناه وتفعلوا الجرس وتابوناو عندي ان شاء الله. هذه الوصفه ان شاء الله غادي نطرقوا اللي ما عندوش الزهر، غنحاولوا نعاونوه باش يكون مقبول ويكون مزيان مع الناس، وكاع تنتمنى ونكونوا مقبولين عند الله وعند الناس، لان القبول تنديروه بالمعامله ديالنا وبالتصرفات، وعاده تنديروا الاسباب اللي تتكون شي حاجه بسيطه تتقدر تكون تعم علينا بالخير والسعاده ان شاء الله. غتشوفوا هذا الربيع، وتشوفوا هذه الشجر، وتشوفوا هذه القرعه عندها اسبابها، وهي فيها شي حاجه عظيمه وزوينه عند الله. هي هادشي كلشي مكون طبيعي. ان شاء الله هاد الوصفه غادي نخدموها للزهر اللي ما عنده زهر ان شاء الله، وسمعوا معايا مزيان باش تفهموا. ان شاء الله بحول الله تعالى كلشي غيولي عنده زهر. نبداو على بركه الله، تنضحكوا والاسباب ديال الله وكلشي ديال الله. المهم هاد الشجره، هاد الوراق ديال الشجرة الليمون المر، ها هو داك الليمون، تيقولوا ليه الليمون المر، الليمون المرة اللي تنديروه في الزيتون، تنديروها ترقدوها مع الزيتون. هادو الوريقات ديالها، هي راه فيها واحد الريحة بحال الزهر. هاد الوريقة، الوريقة تنشدو 21 ورقة، 21 ورقة شجر الليمون المر، الشجر اللي تيكون في الطريق موجود الحمد لله، فيما مشيتي تيكون عنده واحد الوريقات بيضين فيهم ريحة زكية وزوينة. غادي نشدو الكاسرونة ديالنا وغادي نحطو فيها 21 ورقة. كل ورقة غنغسلوهم مزيان، غنغسلو هاد الورقات مزيانين، غنغسلوها ونقراو على كل ورقة الحمد لله، سورة الفاتحة بسم الله وسورة الفاتحة. نحط هادوك، المهم غسلتيهم، المهم مغسولين، غتهزيهم وتقراي 21 ورقة، تقراي على الفاتحة 21 مرة، تحطيهم في كاسرونة وتعمري عليهم الماء، مهم تعمري عليهم الماء وتخليهم يتبخوا، غادي يوليو لنا هاد اللون، هاد اللون غيولي هاد اللون. ولكن عاوتاني من غادي يطيب هذاك الماء، غادي نقراو عليه مرة أخرى 21 مرة الفاتحة. هي من تبغي طيبوهم تقراو على الوراق 21 مرة، ومن ديروهم في هنايا في القرعة، هي القرعة تقراو عليها 21 مرة. المهم هاد الماء غتحاولوا تعوموا به، ما عندوش وقت، تعوموا به في اي وقت بغيتو، ولكن المهم من الاحسن يكون ما بين العصر والمغرب ولا الصباح بكري مع صلاة الفجر او صلاة الصبح. المهم تعومي بهاد القرعة كلها، تخوي عليك من راسك رجليك وتلبسي حويجك. المهم هادي تقدري تشربي منها كاس، تشربي منها كاس وشي لاخر كاس، هداك الكاس تزيديه مع قرعة ديال الماء وتبقاي تشربي كاس الصباح وكاس في العشية.
المهم وهذاك تعومي به وتعاودي تكرري، حيت الاوراق موجود، هاد الليمون المر وهاد الوراق ديالو، ولكن راه فيه ريحة بحال الزهر، شي الزهر بحال الزهر. المهم نعوم بهذاك الماء ونجمعو اللحوق في حبقات عندنا، ولا اللحم بشي جردة. نشد هاد الليمونة، هاي ديالو، هاد الليمونة ديالو ندورها عليا، وانا تنقرا الحمد عاوتاني 21 مرة، ونحطها فوق العافية تتحرق تتحرق، وهي تتحرق وانتي تقولي رميت كساتي وزيت نفادي. هي تتحرق تقولي رميت كساتي وزيت نفادي، رميت كساتي وزيت نفادي. من تتسالي تتحمر، تتولي كحلة، وتتدوب تتشدي يديك هكا وتتوركي عليها، نقولي رميت كساتي وزيت نفادي. تبركي عليها بحال هكا بهاد ليدك اليمنى، وهي تكون ديرها في زيف وتوركي بحال هكا، فهمتي؟ ولا ديروها في قدمكم، اما قدم ولا ليد، ولكن ديروها فوق العافية، تقراو عليها 21 مرة، دوريها على راسك كاملة، دوريها على رجليك، على يديك، على يديك، على رجليك، كل شيء، دوري على راسك، على رجليك، وتقراي الحمد لله 21 مرة. ما توركيش عليها برجليك، حنا مقرية عليها القرآن، وركي عليها على قدمك، على هذه الكف ديال يديك، قولي رميت كساتي وزيت نفادي. وتقراي وتمني هذاك الشيء اللي بغيتي انتيا. تنتمنى هذه الوصفة ان شاء الله تعجبكم، وديروها ما تنساونيش في الدعاء. هادو راه من المجربات ديال الناس القدام، شي حاجه زكيه وطيبه، وتجيب ان شاء الله الرزق، وسوره الفاتحه تكون فتح وخير لجميع الناس اللي غيديروا هاد الوصفه. وبسوره الفاتحه تفتح الابواب المسدوده. تنتمنى ما تنساونيش ودعموني وفعلوا الجرس وتابوناو ان شاء الله بحول الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.